هاي كيف كون شو السعيدة أول مرة تزبط معه أبونا خنايسر. قبل ما نبلش بدي أتوجه بالتعزية لجميع ضحايا الزلزال اللي ضرب تركيا وسوريا. ما في يقول غير الله يساعد يلي بعده تحت الأنقاض وإن شاء الله بيطلع بالسلامة هو وكل المفقودين، وإن شاء الله تكون ختمة أحزان للجميع يعني. بس شو هالسقعة هيدي؟ في عنا سقعة لدرجة انه جماعة اللي بيعملوا جيم وبيفرجونا عضلاتهم عم بيلبسوا عليهم، مش عم بيطلعوا بالبروتيل. كثير 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 سقعة، بس بكره بتخف، بكره بتخف. لا مش لانه الحرارة رح ترتفع، نو نو نو، بكره بتخف لانه فالنتاين ولحقوا على دفا. حضرتوا حالكم على فالنتاين؟ بشرفكم 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 من اخرها. كم واحد منكم عمل فحص بي سي ار وقال له لصاحبته انا بوزيتيف وقاعد بالفرشه؟ شوي 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 هزي 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 هزي. وين في عمود؟ وين في عمود بالاستوديو؟ وين في قنينة غاز؟ وين في قنينة غاز؟ سكرها مخرج بلا مزح، هيدا المزح تقيل. تفضلوا جيبوا لي بنطلون جديد هلا تكمل الحلقة. ضرب الزلزال تركيا وسوريا وبلش المساعدات تجي لتركيا وتركوا الشعب السوري وحده. نحن بلبنان قررنا نبعث فريقين بحث من الجيش والدفاع المدني والصليب الاحمر على البلدين. من اول نهار راحوا وساعدوا ويعطيهم الف عافيه. بس في عنا انسانيين من هوديكي، عرفتون هوديكي، بلشوا التصاريح انه ليه بدكم تساعدوا نظام الاسد، على اساس لما بدك تخلص انسان تسأله أنت مع مين وأنت شو؟ والهن خايفين المساعدات تروح للنظام وتقطع بالنظام. عزيزي سمير وأشرف وسامي يعني والبوطة كلكن، فيكن تبعتوا مساعدات بلا ما توصل للنظام، مثل ما كنتوا تبعتوا حرمات وحليب وسلاح قبل ما هيك. ماشي الحال، بس بشرفكن شو هالهزة هاي اللي صارت؟ لك ما كانت تخلص، اني بقول 40 ثانية. اي 40 ثانية؟ انا اكيد مش اقل من 5 دقايق، يا انه 40 ثانية بس انه عم تمشي على مهل الثواني، كثير طولت. بيناتنا حمد لله انه طلعت هزة، بس ايه حمد لله انه طلعت هزة. هيك قالت اليسا، شوفوا يا ربي منيح اللي طلعت هزة مش شي ثاني، لانه راح نص عمري على هالنقزة. حمد لله طلعت هزة مش شي ثاني. انه شو كنت مفكرة؟ تسونامي مثلا او بركان وصل لعندك على البيت؟ بشرف ربك بشرف ربك. شو كتبتي يعني؟ انه وعي شو كتبتي؟ خيي مسيو ايلون ماسك بشرفك بحياتك، شو بدي حلفك؟ نازل هيك تسكير انت في تويتر لهالعالم، في مجال سكر لها لاليسا هالتويتر؟ يا زلمه مش مقبول. اليسا صدقيني كرمالك. على سيره اليسا والفنانين، نيح الشعرات، شفتوا الفنانين السوريين كيف بلشوا تبرعات؟ مثل عنا نفس الشيء نفس الشيء. نحن وقت انفجار المرفق نفس الشيء عملوا عنا. شو مخرج ما عملوا هيك؟ حبيبي عم بلطشن، قلبك طيب انت. سوريين تبرعوا بمصاري، نحن تبرعوا مين ياخد اقامات ذهبيه، مين يسب بلده اكثر من الثاني، ومين يحرض سياسيا اكثر. لك نفس الشيء، بس انتم بتحبوا الاجانب. بس بيناتنا شيء بيخوف يعني، يعني ما رح نخلص، بعدنا اصلا يعني بركان وديناصورات ونيزر. تكمل تكمل يعني. شو مخرج؟ قال ام تي في قالوا جاي نيزك؟ وين وين فرجيني؟ كوكب ضخم يصطدم بالارض الاسبوع المقبل. حلو كثير. هلا قالوا لنا شو بنعمل وقت الهزات، بس ما قالوا لنا شو بنعمل بالنيازك والديناصورات. ايه ديناصورات، ما شفتوا الفيديو؟ في فيديو عم بيعدنا بديناصورات الشهر الجاي، شوفوا. جاي عليكم شهر الجاي انطروني، جاي انا والنيزك سوا. بس عن جد مش معقول يلي عم نمرق فيه، انتو شوفوا الضياع. بيجي حدا جيولوجي بيقول لك الهزات الكتيرة شيء مش طبيعي، بيطلع واحد تاني جيولوجي تاني يعني
بقول لك كثرة الهزات شي منيح تنفيس للأرض. طيب نحن الشعب العادي مين منصدق؟ يعني شو هالعلم يلي كل واحد بيقول شي حاسس يعني مثل الأبراج بيزعلوا مني، بس نفس الشي مثل الأبراج، أبراج كل مجلة بيطلع معها شي، يعني مثلا برج الجدي بالشبكة أسبوع رائع، بالجرس أبشع أسبوع بالسنة. بس في عنا ست مارلين براكس مديرة المركز الوطني للجيوفيزياء تربقت لنا السما على الأرض، رعبت الناس، يعني مع أنه هي لازم تكون مسؤولة عن كلامها، بس مهم قالت هالشي. جديد إذا بتفوتوا على الكويت اللي هي الابليكيشن تبعية المركز بتلاقوا أنه بها 48 ساعة صرنا مسجلين 9 هزات بلبنان، 9 وما دخلهم بالهزات الارتدادية ضمنهم 4 شعروا فيها المواطنين. هيدي الحركة منا عادية مثل ما نحن عادة منسجل. هيدي الحركة منا عادية مثل ما نحن عادة منسجل. ما خلصت هون، منا عادية الحركة، قال شو بده يحكي الواحد، ما خلصت هون. تاني نهار قبل الضو ما بعرف شو وعيها طلعت على الاو تي في خبرتنا كيف لازم نحضر حالنا، يعني خبرتنا شو لازم نعمل، يعني اكدت لنا انه في شيء، يعني من اخرها رعبتنا زياده. شوفوا المواطنين مطلوب منهم يعملوا اللي بيقدروا يعملوه. اللي بيقدروا يعملوه هو انه يكون، انا بقول لك شخصيا شاملت حضرت شنطه فيها باسبور مصاري الاشياء الثانيه اللي عندي، الأدوية إذا باخد أدوية حطيتها حد البيت. إذا صار أني هزي بلشت أشعر فيها بدي أتوجه على أأمن منطقة عندي بالبيت اللي هو أنا بيتي أرضي فبقدر أطلع دغري على الطريق. حضرت شنطة فيها باسبور مصاري الأشياء الثمينة اللي عندي، الأدوية إذا باخد أدوية حطيتها حد البيت. إذا صار أني هزي بلشت أشعر فيها بدي أتوجه على المنطقة عندي بالبيت. ليك هلا صراحة باسبور ما معنا، ما عم بيعملوا لنا باسبور. هلا بتاخذي مواد بتاخذيه بعد شي سنتين. ثاني شيء اللي معه باسبور لبناني يعني وين بده يروح؟ ما هو بفوتنا بس على سوريا وعلى تركيا. نروح على هونيك؟ نحن غربانين. يعني بعد سؤال إذا هالقد قوية الهزة وقشطت البناية واضطريت أنا أهرب مع الشنطة بيكون في مطار تسافر منه؟ بدك نحط مصاري؟ هاتك معك مصاري؟ لكن احنا ما حدا معه مصاري، طاروا المصريات او بالاحرى سرقوهم يعني. يعني هول كلهم يلي قلتيهم بينطبقوا على شخص واحد، على رياض سلامه، باسبور الاجنبي جاهز ومصرياتنا معه. هلا ليكي فينا الشنطه نعبيها دواء بس، لانه ما في حدا ما بياخذ دواء. اذا لقينا شو مخرج؟ قالت الاشياء السمينة. الاشياء السمينة عزيزتي بيعونا اياها. ليك هلا عن جد مش مقبول يلي صار، انت مسؤولة ما فيك هيك. بتعرفي مين اكتر واحد مبسوط منك؟ رياض سلامة، لانك هالجمعة يعني قمت عنه شقلة، قمت عنه مثبت، يعني تصدرتي وسبقتيه، يعني اكتر واحد معيط. اخ 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 تخيلوا كان بعد ناقص يعني الام تي في تعملنا اتيكيت الهزات. تعالوا نتخيل مثلا لو مثلا قرروا يعملوا لنا اتيكيت الهزات شو كانوا يقولوا لنا؟ مثلا عند الهزه لما بدك تنزل من التخت لازم تنزل اجر الشمال قبل اليمين وتلقي اصبعك الكبير على الارض اول شيء. لازم تشيل الحيف عنك وتطويه 45 درجه، اوعى 46، 45 درجه بده يكون. ممنوع تركض تتخبى تمشي عروس صبيعك عيب كرمال الجيران. اذا قشطت البنايه ما تبلش زعيق وساعدوني وما بعرف شو هيك، ترفع ايدك لما يجي المنقذ يشوفك بتقول له فيي احكي مو المعروف، بقول لك احكي، بتقول له بليز ساعدني. لازم تلتزمه مش فوضى الدنيا، هيدي اتيكيت. بس احلى شيء يعني لما يخبرونا شو لازم نعمل، عم نحكي بلا اتيكيت اكيد اذا صار هزه، يعني شو؟ سكروا قنين الغاز، طفوا الكهرباء، كأنك في كهرباء أصلاً. كدوا عند أولادكم وروحوا عدوا مطرح آمن من المطارح الآمنة، قال انزلوا تحت الطاولة. والله عن جد في حدا انزل تحت الطاولة. سكروا قنين الغاز. صراحة بين أنه توقع بناية وموت تحتها وبين أنه استنشق غاز، بفضل استنشق غاز.
انه اذا وقعت البنايه رح يضل في غاز يخبر اصلا. واصلا يعني هول بدنا تنعملهم كلهم 10 ثواني انه نهز اوكي كلها على بعض 20 ثانيه 30 ثانيه، اذا طولت 40 ثانيه انا بس تقوم من التخت بدي شي 6 دقائق، كيف بدي الحق اعمل كل هوديك؟ اسمعوا مني انا رح اعطيكم ارشادات السلامه بحال صار هزه، شو بدكم فيهم؟ كلهم عم بكذبوا عليكم. اذا وعيتوا بالاول، اذا ما وعيتوا نية لقلكم، اذا وعيتوا مش تقعدوا ساعة تقرقروا عم بحلم لا مش عم بحلم، حلم لا مش حلم، لا بركي رعد لا مش رعد، هيدي طيارة لا مش طيارة، وتقعدوا ربع ساعة تتحذروا شو بدكم تعملوا، قوموا دغري حطوا باجركم المشاية اللي فيكم تركضوا حافيين يعني، وروحوا على الفرشة عند ولادكم خدوهم وركضوا. هلا اذا ما بدكم تقوموا من الفرشه كمان ما تقوموا، هي ذاتها ما رح يوقع شيء عليكم بالفرشه. اذا كنتوا رشقين مثلي قوموا خدوا عائلتكم لوين؟ لمطرح امن. وين مطرح الامن؟ لا مش تحت عتبه الباب. لا ولا على الدرج. شو بدكم فيهم؟ شو بدكم فيهم؟ كله ما بفيد. اركضوا على البلكون، والبلكون اللي هو ميلة الطريق العام، يعني اذا قشط البنايه توصل عليها سيارات الاسعاف والانقاذ اول شيء. صدقوني اذا كنتوا تاني ميل ما بيوصلوا لكم، تقعدوا ما بعرف كم يوم وبتروح عليكم. اذا في مجال تخلصوا رح تكون هونيك بهالطريقه. بس بيناتنا انا كل يوم عن يوم عم بقتنع بنظريه قوات سمير، وعم بصير اكثر يعني مع التقسيم. يا جماعه من اخرها التقسيم هو الحل. انا ماني مضطر، سوري يعني سوري بس انه بدي اقولها مثل ما هي، ماني مضطر يصير هز بمنطقه شيعيه وهز معهم. التقسيم هو الحل، بصيروا هزوا هن وحده ونحن نهز وحدنا. ايه التقسيم هو الحل، ماني مضطر اذا اجتنا عاصفه من الشمال ولاد طرابلس قرروا يقطعوا لنا اياها تيأذونا يعني توصل لعنا، بدنا التقسيم، نحن على البربارة بننهيها بأرضها من بيدها. يعني انتوا فكروا فيها منيح. هلا على كل حال، على كل حال الحمد لله على السلامة، لأنه زلزال مثل هيدا كان هدم البلد، بس الله بحبنا. قد ما بحبنا أعطانا شخص لو ما منه يعني كان صار فينا أكثر، يعني أكثر من تركيا، أكثر من سوريا. نعم شخص هو أنقذنا، شوفوا. قسما بالله، قسما بالله يا خيي خليل، إنه شفنا الموت، شفنا الموت تنذكر ما تنعاد. الله أكبر. إجت الهزة يا أبو الحبايب، إنا فزينا من تخوتنا. وقفنا بالكوريدور، يا إمام علي، يا فاطمة الزهراء، يا ستنا زينب، يا طفل الرضيع. وبعده عم رج البيت عم يزيد قوة، حطيت إيدي على الحيط الأولاني وإيدي على الحيط الثاني، وعابط العيلة أنا كلهم مغطيهم، بتعرف أنا لأنه رب المنزل. وشو صرخت؟ دخيلك يا أبو مصطفى! صرخت الصرخة قسما بعزة الله، الله يلعنني إذا عم كذب، إنه الهزة وقفت، جمدت. طب ليش بتركيا صار فيهم؟ معلمي بتركيا وبسوريا صار عندهم هيك غضب إليه، لأنه فوق ما عندهم أبو مصطفى. لو في أبو مصطفى فوق قسما بعزة الله لك ما رش بصير في عندنا. شو مخرج؟ شفت نحن شو مقصرين بحقه للزلمة؟ شفت نحن شو مقصرين بحقه؟ أنا بنتقده وبحكي عنه كل حلقة، وهو كل همه البلد والناس، قلبه علينا وقلبنا على الحجر. شو منتهمه بالفساد وتغذية الفاسدين؟ قال ليك نحن وين تفكيرنا وليك هو وين؟ يعني شو كنا عملنا بلاك؟ ما بعرف. يا ابو مصطفى، يا ابو مصطفى، يا ابو مصطفى ساعدنا. من الاخر بعد البريك ضيفتي فنانه باسكال صقر. قبل ما تفلوا بدي اتشكر بس ارت ديكو ايفنتس اللي عملنا ديكوريشن فالنتاين اليوم. يلا رجعوا ناطركم. نرجع معكم بعد البريك. مثل ما قلت لكم ضيفتي اليوم مميزه، ضيفتي هي الفنانه باسكال صقر. ميرسي شباب. هاي ميرسي. هاي كيفك؟ صبا ينعاد عليكي هابي فالنتاين. مين حاسس يعني؟ اشتقنا لك. ميرسي شكرا. وين هالغيبه؟ ما في غيبه، في يعني واحد بينطر ليكون عنده شيء حلو جديد مميز يقدمه للناس. انت بس معودين عليكي بتكوني هون بتغيبي ترجعي بترجع بتغيبي، يعني في وقت بين الظهور والظهور الثاني. ما هيك انه تتنضج الفكره وتجتمع الظروف انه نقدر نقدم شيء جديد وحلو تاخذ وقت. كيف هالفالنتاين معك؟ فالنتاين؟ خبرينا كيف الفالنتاين بحياتك؟ دخلك شو هو هذا؟
ما في هدايا شيء حب يعني؟ ايه يعني بتعرف بهالمقاسي المتتالية يعني واخيرا هالزلزال يا حرام، انه مين بده يفكر عن جد؟ في اسى وحزن كثير هالسنة خاصة بعد هالمشاهد وهال بهالزلزال وهالضحايا، يعني كل تعازينا و اكيد منصلي يا رب انه بقى خلص ترضى علينا. يمكن نحن قد ما نحن شريرين هالعالم بده حروب بدل ما انه ينشروا السلام، انه كلنا جايين مشوار على هالارض انه خلينا نعيشها بسلام. ان شاء الله تكون مثل ما بقول ختمه الاحزان بس صعبه يعني. شو كل هالحروب هاي لشو كلها؟ لك لا بقى عم بيشيلوا ناس وبعد الحرب اوكرانيا وشو اسمها ماشي. طب معقول؟ للاسف للاسف ما بعرف. طيب بدي تخبريني على الفالنتاين يعني، مش انه شنو شنو رحله من الفالنتاين. طيب طيب بدي اقول لك الفالنتاين هلا ما عم نكبر على الشيء هيدا هلا، بدل ما انه نقدم كادويات وعم نقدم غنيه جديده حلوه تسمعها. رح نحكي عنه رح نحكي عنه. اول شيء بدي اسالك عن بداياتك، خلينا نفوت دغري هلا هيك بالجد، ما بعرف بدي كثير جد يعني، بس انه كلنا بنعرف انه بداياتك كانت مع الكبير ياسر رحباني، بس خبريني هيك بالتفاصيل كيف تبلشت، كيف تعرف عليك ياسر رحباني، ليش شو شاف بباسكال؟ هلا كانت بعد الحرب مبلشه تقريبا، يعني كنا تنقول بال 77 78 وكنت بالمدرسه ولد وعم نعمل مهرجانات بين المدارس، كنا مهرجانات الاغنيه ودائما اخذ الجائزه الاولى ولد يعني، واستاذ الياس مثاقب كان مره بلجنه حكم، بقى هيك تعرفت عليه وصرنا نروح لعنده. كان عمرك يعني؟ يعني فيك تقول 12 13 14 هيك يعني، وصرنا نروح لعنده على البيت وسمعه شو بعرف، و يعني ركبت القصص هيك على بعضها. ومساقبة بدهم حدا يمثل لبنان بالمانيا، وقتها كان في بال 81 كان في مهرجان للاغنيه، بقى حضر لي اغنيه بالانجليزي وقتها استاذ الياس لانه بالمانيا بدنا نغني شيء مفهوم يعني. واخذ الجائزه المميزه وقتها هنيك، ورجعت على لبنان وتتالت الاغاني هلا العاطفيه والوطنيه، هلا اللي طغى اكثر الوطني لانه كانت صحيح. الحرب يعني بعزة. وكان استاذ الياس واستاذ منصور رحباني واستاذ انطوان جباره، يعني كلهم حبوا من خلالي يوصلوا رسالتهم الوطنيه للناس، فنشكر الله تتالت الاغاني كلها وكلها هيك رسخت بذهن الناس وهيك ابتديت مع وبعدين عملنا مسرحيه سنه ال 84 85 مع استاذ الياس رحباني. رح نحكي عنها. ايه بدي اعرف قبل، بس وقتها كنت تغني بالمدرسه انت درستي مثلا غناء قبل؟ لا 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 ابدا ولا مره بالفطره يعني. ايه من انا وعمري 4 سنين يعني الرهبات يقولوا للماما والبابا انه دائما جيبوا لها اغاني ومرنوها بالبيت، وهيك كان يصير يعني. البابا يرجع من الشغل يجيب لي كاسيتات يعني الاجنبي ولبناني وخاصه مسرحيات فيروز وهيك. اوكي مين كان هيك اذا بدك تحبي تسمعي له انت صغيره مسرحيات او تسمعي له فيروز؟ مسرحيات يعني بدي اقول لك انا تشبعت الوطنيه من مسرحيات الرحابلي. كلامه الضيعه الجمال لبنان الاخضر وطني وهالاغاني الحلوه والحوارات والموسيقى اللي هيك فيها هالنوستالجيه يعني 100% تربيت عليها واثرت على شخصيتي، يا اما انا خلقاني شخصيتي بتزبط على هالمسرحيات ما بعرف يعني، حسيت انه هيدا جوي يعني. مثل ما قلتي لي قبل انه اخذت جايزه برا، اول سؤال للتابلو بدي اكتب شيء. ليه بطلنا عم نشوف فنانين او فنانات لبنانيه عم بياخذوا جوائز برا؟ تبي لي كل كلمه بنرجع بنحكي عم بياخذ. ليش ما عم نشوف؟ يعني بدي احط انه بعتقد يعني ماني اكيد بدك تشوف خطي يعني خطي مش روعة. بعتقد ما في مهرجانات دولية، مش ما في أصوات حلوة بقى. ليش برا كمان في أصوات مش كثير حلوة؟ لا لبنانية عم بحكي. بلا أكيد بدي أقول لك شغلة، هلا الأوروفيزيون هو أحلى واحد، بس هذا بس أوروبا يعني، يا ريت بيشمل لبنان. عم تقول مهرجانات مش انه مثل ذا فويس او لا حتى ذا فويس يعني شفنا هودي مسابقات، بس كمهرجانات مثل اللي انا كنت فيه ما بقى عم بيصير في هيك شيء. ما بقى عم بيصير؟
مشان هيك يعني نتذكر، انت بتتذكر الله يرحمه سامي كلارك يعني كيف في هالجنريشن كنا على طول انه هلا انا كنت صغير بس انه وعينا على انه تاخذوا جوائز برا وينبسطوا فيكم. ما بقى في هلا صار مثل هاو المسابقات يمكن بيعتمدوا على تليفونات الناس ليعملوا مصاري شو بعرف. تغيرت يعني بتحس انه صار كل شيء كل مشروع فيه ربح مادي من وراه بيعملوه. يمكن هيدا ما بيربح مهرجان دولي هيك. انت ما اشتركت ولا برنامج كمتسابقه يعني مش كل لجنه حكم ولا برنامج يعني لا استوديو الفان لليالي لبنان؟ لا كان من زمان يعني باستاذ الياس هيك بزياده هي لحالها برنامج فني كامل ومنه انطلقت لغير فنانين كبار كمان يعني استاذ منصور رحباني، استاذ انطوان جبار، استاذ زكي نصيف، استاذ وديع الصافي، استاذ ملحم بركات. هالجو الحلو يعني 100% وهلا مع استاذ يحيى الحسن مؤخرا واستاذ الي شويري بعد فيه يعني عم تحكي كل الكبار. ايه عن جد الكبار. شكر الله. كنت انت اصلا من الفنانات او الفنانين صبيان وبنات الاوائل عم نحكي بالثمانينات يعني كنت بالتوب بعدين فجأة اختفيتي ما في يمكن لاسباب سياسيه ما بعرف في 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 فتره هيك اختفيتي بعدين رجعتي بعد التسعينات ليه اختفيتي؟ ما شو بك ما صارت الحرب الفظيعه هون بمناطقنا هلا ما اختفى هو الفن الترفيهي اذا بدك بس انه تعمل فن مرتب اجتماعي كذا او شو بدك نفسيه مريحه واحد يكون مرتاح بعدين انا بال 88 تجوزت رحت على استراليا 3 سنين ورجعت يعني وقت صار اتفاق الطائف قلنا خي راقت رجعنا يعني كانت مرحله صغيره تركت فيها وبلش التعاطي مع الفن اصلا تغير بالتسعينات اذا لاحظت يعني صحيح. نحن الثمانينات كنا مثلا شو ننتج الاذاعات والتلفزيونات شو عندكم اعطونا يه بالتسعينات تغير صرت تدفعي لهم صرت بدك تدفع لهم وبعدين بدك تغير شكلك يعني انا لما جيت من استراليا تعجبت يعني حرام استاذ سيمو اسمر وقتها قال لي بدنا نصير نغني بغير طريقه قلت له يا استاذ سيمو شو بك ما كنا نعطي فن مرتب وراقي وقضيه عندنا بالغنيه لا تغيرت وصرنا بدنا نعمل اشياء هلا ترفيهيه اكثر انترتينمنت ايه بقى هون خف انتاجنا ودخلت الشركات الكبيره العربيه وغلت الانتاج نحن ما عم نشتغل يعني ما قدرنا نفوت بهالشركات لنقدر ننتج لحالنا عرفت كيف وسكرت الشركات اللبنانية اللي كان عندك مزار شاهين كان عندنا ريلاكس إين كان عندنا رحبانيا صحيح. كان في شو كمان يا ربي ميوزك ماستر ايه سأل الله هو مذكروا ايام كاسيتات سكروا كلهم صوت هولي. الشرق هو الوقت عشت روتانا اكيد ضبطهم وشجعت نوع واحد من الفن يعني الفن السريع واللي هيك بيسلي هلا اكيد في له جمهوره يعني الناس خاصه هلا بهالضغط وهال يعني واحد ما كثير له جلد يفكر بده يرقص وينبسط بس انه كنت بتمنى يكون في لها فرع يعني شوي للفن الحلو كمان اللي كمان الناس بدها تروق راسها وتحرك مشاعرها بركي ما بطلع يعني. بركي ما بطلع مصاري والله ليش لألهم. لا اكيد أكيد أكيد في عيال بالبلاد العربية كلها مرتبة بتحب تروح تسمع طرب يعني ما بعرف ليه مسكرين علينا شربل طيب الملحن الكبير بليغ حمدي مرة سألوه قالوا له مع مين بتحب لمين بتحب تعطي لحن قال لهم لباسكال سار من زمان وما عطاكي ما قدرت التقينا يا عمي حرب كان شربل يعني نحن يعني اي حرب انا اذا بليغ حمدي بقول انا صوتي حلو بده يعطيني لحن والله بركي بروح لعنده ماشي ما كنا ولك من بيروت الشرقيه للغربيه ما كان فينا نروح وين بدنا نروح اي بعرف بس كانت هيدي ب 83 بذكر وقتها كنت بعدني مغنيه وعد يا لبنان يمكن ورجعت غنيت ارضك الكرامي وطني وسارق مكاتيبي يمكن كمان تاثر فيها وقتها حرام انبسطت كثير فرحت قد الدنيا بس انه ما كان فينا نتحرك يعني كانت صعبه الايام ايه اكيد عم بتابع برامج الهواة بعدين انا شو بدي روح اعيش انه شو بدي اعمل تعرف نحن انه ايه ما حدا قدر يروح معي يعني 100% ايه عم تابع برامج الهواة يعني ما بعرف اذا هن هواة يعني بس انه عم نحكي مثلا مثل ذا فويس مثل هلا ستار اكاديمي راجع انه عم بطلع اذا بدك جيل جديد من الفنانين في فنانين اصواتهم كثير حلوه عم بيكون ما بعرف انت رايك انت بتقولي لي وفي عاده عم تتابعيهم مثلا بتحضري بتتابعي هالفنانين الجداد؟ يعني انا مش عم تابع كثير اصلا تلفزيون بتصدق يعني عم بحط قصص يعني
قصص طبخ او قصص بتضحك او عن جد عم ببعد كثير عن التلفزيونات طبعا بتتعلم طبخ بالقليله من ما فيك تنفذهم كلهم مدري كيف كل كل طبخه بتكلفك مدري كم مليون اصلا لا لازم يكونوا محضرين هن الانجريديان عرفت كيف بيقولوا لك اه بدي خمس دقائق خلصت طب ما روح جيبوا العوده بدك نهارين 100% على كل حال ليك هلا البرامج اللي هو مهضومه هلا الحلو فيها انه الناس بتتسلى بتتابع وبيخرجوا اوكي فنانين حلوين بس ما بدك واحد يستمر انه مش مفروض يكون في شركات تدعم هول الفنانين الجداد تكون بس بدها نوع واحد من الفن لا مفروض يستمر الفن الحلو كمان والرايق واللي فيه شو بدي اقول لك وجدان وفي مشاعر وفي شوي رساله من وراه يعني انت ما كنت بولا لجنه تحكيم عم بحكي بهول الجداد هلا لا من زمان كنت ايه كان في برنامج على سي 33 توت لا في مره عرفت على الاو تي في كان في شيء مع غسان رحباني كمان برنامج بذكر اجوا من كان يجي من مصر ومن بلاد برا ناس بس نسيت شو اسمه حبيتي تكوني حكم وين ايه كان والله كان بعد في حقيقه يعني اللي كنا نقرره يمشي مش انه قد ايه بيجي تليفونات وبيعملوا مصاري مش مين مقررين بدهم يربحوا لا لا ما كان في منا لا لا عن جد كان فعلا صوتنا ينسمع يعني غنيت عربي بس بدايتك كانت بالاجنبي يعني اول يمكن الغنيه اللي اشتركت فيها برا كانت اجنبي غنيتي غيرها اجنبي هلا لما رجعت على لبنان كان وقتها ديسك عملنا القفا ديسك كان 45 تور بسموه الصغير عملنا ساد از ماي ستوري القفا تبعه لأوبيب ومشهورين كثير هم مش ايام بس لا مش ايام بس هول بس هول مش قال اه ياي مثلا بس انه هو ما مبين عليك هالقد قديمه مشان هيك يعني ما بدي بين ما بدي بيني كثير قديمه ما عدت فكرت تفوتي بالاجنبي؟ بغني اجنبي كثير بحب الاجنبي بس شو ما فوت بالاجنبي يا خيي ما في له جمهوره؟ مش قلي قصة جمهور هلا في ناس بتتفاعل معك لما بتعطي قضية معينة رسالة معينة ونحن لبنان يعني كتير بحاجة لناس تحمل له قضيته ونحن بلد بمقاومة مستمرة على كل الجبهات اجتماعية والثقافية هلا وكله بخطر والهوية بخطر والدنيا ما بعرف ليه بحس انه عندنا رسالة نحن مفروض نقوم فيها من خلال الفن مش انه نغني بس هيك لنغني يعني بين صوتي شو بدي بالشغله انا يعني عرفت كيف حاسه كثير هيك متشائمه يعني مش هيك انه مش حب ما انا من الجو اذا بدك القديم يلي مثلا الفنانين الكبار عندهم شيء بدهم يقدموه وعطوه لي يعني عطوني ثقتهم هيدي الثقه مش هينه تحملها وتفرط فيها يعني لا بدك تضلك مسؤول يعني طيب مثلا من الفنانين بتحب الاغاني الفرنسيه مثلا كل شيء حلو في مين مثلا مين جيزي. مين من الفنانين لارا فابيان بتجنن ازنافور رائع يا عيني ازنافور شو هالقضايا الحلوه اللي غناها 100% ايه انه هذا النوع الحلو في شيء غنيه مميزه مثلا بتحبيها بتحب تردديها حلو انه هيك دائما بتجي على راسي الله او شو اسمها هذيك انت بالسياره مثلا اذا بتغني شيء فرنساوي مثلا ايه بحط نوستالجيا اوقات او بحط ايه. ما بقى في غيرها اصلا يمكن بحط فرنساوي يمكن قال له كثير كان عندنا مش كان ايام احلى كان في لقين والله كان احلى عن جد الفرنساوي فرنساوي كله انضرب لبنان كلاسيك يعني حتى التلفزيونات يعني قبل كانوا يحطوا حتى برامج تي اف ان وفرانس دو انا عملت دروا باليو اس جي وقت نروح هيك على البيبليوتيك او على المحلات لنشرب كافيه او شو انه نحن انه اولاد جامعه يعني كله نحكي فرنساوي يا الله شو كان حلو الجو عن جد يعني بتذكر انا كنت اجي من المدرسه كانوا الام تي في بعتقد يحطوا ان فامي اونور وهول البرامج الفرنسويه كنا نقعد ما انا هلا بضل فرانس دو اجمالي كنا نقعد نحضره نحضر هالقصص لا بس رح نبقى نحضركم ما طيب باسكال انت اشتهرت مثل ما قلنا مثل ما قلتي لي قبل بالاغاني الوطنيه ليش طفت بالاغاني الوطنيه؟ هل لانه تربيتك بالبيت كانت هالقد اذا بدك معلقه بلبنان؟ هلا بدي اقول لك شغله انه جو البيت قبل الحرب حتى نحن استاذ سعيد كان يضل عندنا بالبيت وينام عندنا يضل اشهر يعني استاذ سعيد عقل وست ميمر طنط ماي الا يعني ضلني نروح لعنده انا والبابا واستاذ سعيد يعني كان جو لبناني ما بعرف بي يعني عنده غرام بلبنان يا زلمه من هو صغير من هو عمره 15 16 الله يعطيه العمر ويرجع أكيد. ويخبر الناس عن ماشي الحال
بقى هيدا الجو اللي ربيت فيه، واجت الحرب والتقيت باستاذ الياس رحباني كمان الرحابني، يعني عشق للبنان، لبنان وهن اللي عملوا لبنان، هن اللي عطونا الذخيره انه نضل نصمد بالحرب اللبنانيه. يعني هود اللي بيعملوا اوطان مش السياسيين، هاو الفنانين الكبار. بقى هيك فنانين كنت انا محاطه فيهم، واجت الحرب. هلا غنيت بعدك يا حبيبي، سارق مكاتيبي، انا عبابي بهالليل، غنينا غربوا بتشكيلي عمين مع استاذ ملحم مع استاذ وديع، كمان نسيت ام تذكروا، بس عملنا حدون من قلب الدمار، رشوا الفل، بتضلك سيفي، صبوا فوقك النار، اشتقنا لك يا بيروت. بتحس هودي لمعوا اكثر، يمكن لانه الظروف، لانه دائما يمكن بحطون، يعني على طول بحطون، يعني كل ما يكون في شيء بحطون. هوديك قطعوا معي انا هلا مثلا بهيك وضع، اذا سمعت بقول يا ربي في شيء. بس انه في صاير صاير مشكله. اي احد احلى غنية هيك وطنيه بتحبيها انت؟ كلهم حلوين. ايه بس دائما المطرب بيكون في عنده هيك غنيته المميزه. لا ما عندي غنيه مميزه. عن جد؟ طيب في شي غنيه مثلا وطنيه لغير مطربين او مطربات بتقولي يا ريت انا كنت غنيها؟ ايه بحب غنيه صور لرونزا. يعني بهالوقت اعطاني استاذ منصور رحباني بتضلك سيفي، عطى رونزا صور، وعطى احمد دوغان، سوري حبيبي استاذ احمد اذا عم تسمعني، عطى أغنية كمان اسمها نسم يا جنوبي. نحن وقتها هيدي سنة 87. أوكي. أنا بتضلك سيفي صور لرونزا، صور لأنه بتأثر فيي. ليش؟ لأنه كنا نمشي بالشوارع، كل ما يروح شهيد تشوف صور على الحيطان. ما في غنية الغنية، بغنيها بالبيت صير ببكي. آه جد؟ ما تفكري مثلا تعملي كفر للغنية؟ شو هالغنية الرائعة؟ هلا دارج يعني؟ لا هلا هي غنية لرونزا. ايه اكيد بتحكيها وبتختي ليدا. لا معلش، لا فيها حزن كثير، فيها كثير اسى. عمهلك يا نسيان على الاحبه اللي صاروا صور. يا ويلي شو هيدا يا ربي؟ ما بعرف. بتعرف نحن صرنا 40 سنه عايشين حرب وبعد ما خلصنا. يمكن وقف القصف بس ما وقف، ما وقفت الحرب. ما وصلنا للبنان اللي غنيناه، لبنان اللي نضلنا من اجله. ما بتوقف الحرب هون. في انت وفي ماجده وفي جوليا، هول اكثر شيء يعني لما نحكي. هلا اكيد اذا حطينا الكبيره فيروز، انا عندها كمان اغاني الوطنيه، حتى صباح كمان في كم غنيه عملتهم. بس انتو يعني وقت بدنا نحكي عن اغاني وطنيه نحكي باسكال صقر، نحكي ماجده الرومي، وبنحكي جوليا. هلا جوليا كمان على ثوره اكثر على هيدا. انتوا نفس الليفل، يعني نفس ما بدي اقول نفس القضيه، بس نفس الفكر، توجه يعني، توجه هيدا الروح. ايه نعم. بتحبي ماجده وجوليا؟ اكيد اكيد. شو لكن يعني مفروض نحن نستمر، مفروض هيدا الجو يستمر بالبلد، هيدي هويه لبنان يعني بالنهايه. طب هن استمروا بهيدا، انت هيك رجعت شوي. اعوذ بالله، وين اغانيه وين رجعوا؟ لا مش اغانيكي بس، قصدي كظهور. انا ما بدي انا شخص، لا انا انت اغانيكي بعضهم، يعني بعضنا عم نحكي انه كل ما يكون في شيء. انا اخر همي ظهوري الشخصي، انا مهم الاغاني تستمر. طيب بدي اروح بريك، بس بعد البريك بدنا نسمعهم الغنيه الجديده. نعم. اللي هي حب مش وطنيه. اوكي. بتحكي عنا لمين وهيك؟ يلا هلا وقتها نرجع بعد البريك. يلا بريك وبنرجع، خليكم معنا. بحبك. ايه. ومنك خايف. اوف ليه؟ ما هيك الغنية بتقول. مظبوط. شو هالغنية الحلوة؟ ميرسي. خبريني انت عن الالحان تبعها، قريهم انا، انت حافظتيهم هون. لك هالاغنية حلوة الولادة تبعها بطريقة، ايه. انه فعلا انا بحياتي القصص هيك بتسائب اوقات، تنضج الظروف بأوقات معينة، مش إنه أنا بكون عم خطط يعني. في عندي صديق بالكويت اسمه هيثم السعيد، صديق صرنا تقريبا يمكن شي 20 سنة بنتواصل فيسبوك، وهو بحب فن الرحابني يعني وست فيروز، وبحب أغانيه كتير كمان، يعني كل ما أعمل أغنية جديدة يضل على تواصل. بقى إجا على لبنان وحب إنه نلتقي فيه يعني، فالتقيت فيه، كان كتير مبسوط، والتقينا وقت عند ست هلا المر ببيتها وجمعتنا. ايه و
فصرنا نحكي انه عباله انه ينتج اغنيه لإلي، يا منجدد قديم يا منعمل اغنيه جديده. قررنا نعمل اغنيه جديده، فاقترحوا اسم الاستاذ يحيى الحسن. يعني انا ما كنت بعرفه قبل بصراحه، بس عن جد من بعد ما تعرفت عليه وهاللحن الرائع وهالتوزيع الحلو من ابنه حسن وكلمات الاستاذ ايميل فهد كمان، وكان هندسه صوت لبول تاشجيان، بقى يعني استاذ يحيى تواصلت انا وياه، سمعني كذا اغنيه حبيتها هيدي كثير، حسيتها جديده وحسيت انا في غير فيها، يعني اعمل شيء سبيسيال فيها. فقلت له هيدي هي، وهيك صار. يعني حضر اللحن، بعت لي اياه، اوف شيء بياخذ العقل. التوزيع كثير حلو، بتوزيع بشكل انه ما بيغطي على صوت اللي بيغني، عرفت كيف؟ يعني ما بعرف اذا عم تفهم علي، يعني عم ببين صوتي ببينه، يعني مع انه فرقه كبيره كثير، يعني في كثير الات موسيقيه، بس لما بكون عم غني تحتي ما في حد شيء عم بيغطي علي. بعد ما اخلص جملتي انا بتحس طلع القانون او انه هيدي بالتوزيع يعني. فبشكرهم كثير، وحب كمان استاذ هيثم انه نصور، فبتشكر صديق لإلي اسمه جورج كرم والمخرجة نور سالم يلي عطيونا صورة كتير حلوة وأفكار حلوة واشتغلوها تقريبا، يعني تقدموا لي إياها. يعني حرام مين المنتج يعني؟ هيثم هو قرر يعني يساعدك فيها. خبرينا شوي عن الفيديو كليب، وين صورتوه؟ ببولونيا؟ بين بولونيا ودهور الشوير. ايه يعني هيدي من شي شهر تقريبا. بس لانه الشاب اسم الله عليه بالشورت وهي يعني هيدي قبل العواصف اللي عم تجي. زبطتوا فيه؟ ايه شوي هيك اجى شوب تذكر. ايه ده كم يوم قعدتوا بس بالليل؟ اوف جليد بشكل جليد. خاصه بهاي تبع التليفون. انا واو كان صار شيء 12 وين زيتوا فيها هيدي؟ لا هي عمروه خصوصي. والاوتيل حلو المصورين فيه بقى بدور شوير على الوحده بالليل جلدنا. وانا عم غني حب وبدي صار في اخلص يا ربي. جلدنا. مثلا شفتك هون عم بتمثلي، يعني انت انا وياك كنا عم نضحك، قلتي ليك هون كيف مبين انه عم بمثل. ايه بتحب التمثيل؟ بحب التمثيل. ايه انه بتحب؟ ايه اذا بعيشه يعني. بتحب ولا مره بمثل؟ بس انا ليك هلا هون مثلا قالوا لي انه في قلب كان على البيانو. ايه بدي اتذكر انه الشاب والصبيه هو قدم لها القلب، انه هذا هو زيته، انه عم بتذكر انا شيء. ايه شو بعرف، في قصص الحب بتضحكني شوي اوقات، انا ما بعرف ليه، بركي انا صرنا بعمر يمكن ما بعرف، انه ما بقى نتاثر يعني اذا شيء مش كثير مأثرة فيه بس مجبور عم يقولوا لي لا حبي، انه بعرفني خايف الحب عن باسكال، بصير الواحد عقلاني اكثر يعني. عرفت كيف؟ بصير بين اهتماماته شيء ثاني بس كيف؟ لا صار الحب ركائزه هو اكثر احترام وعامله، مش انه قبل شكل وهيك واحد يصير ورده وبلوش ودبدوب يعني. طيب شي مره انعرض عليك تمثلي مسلسل؟ بصراحه ايه انه قالوا لي مره، بس انه بعرف قد ايه بيتعبوا. عم اقول لك هذا الكليب هلكنا فيه، شو بدي اقول لك يعني؟ من الصبح حرام لاخر بس كرمال التعب او بتخافي؟ لا التعب ما تكوني اذا بدك قد التمثيل مش هين، طب انت تكون واعيين كمان. لا ليك انا لما بعيش الشغله الاداء بالاغاني مثل التمثيل، بدك تعيشها مزبوط، بس تحب الدور مش انه تمثل شيء مش مقتنع فيه. اذا حبيت الدور لا عملنا مسرح، شو بك المسرح؟ هلا واسع المسرح، انا عملنا مسرحيتين او ثلاثه كمان، يعني المسرح بعد اصعب لانه انت كل يوم قدام الناس وكل يوم بدك تكون بحله جديده لانه عندك ناس جداد قدامك. بس لا للتعب انا رفضت بصراحه، كثير بيتعبوا اوقات ضلوا لاربع خمس الصبح. أكيد. شو هيدا؟ ومشاهد يجلوا وتروح بالجرد ومدري وين، يا عذرة كثير. لا طيب مسرح عملتي مسرح ومسرح من... متعب، بس انه في وقت محدد. ايه خلص ببلش الساعه 8 بتخلص الساعه 10 بتروحي على البيت. عملتي وادي الشمسين؟ نعم. هي كانت بلشتها الاسطوره صباح وكملتيها انت. نعم. خبرينا شوي عن هالتجربه. هلا كنت بعدني ملتقيه جديد باستاذ الياس، رحت المانيا عملنا هالاغنيه بالانجليزي ورجعنا وعد يا لبنان ورجعنا سارق مكاتيب اشتقنا لك بيروت من قلب الدمار بعتقد وقتها كمان. يعني كنت بلشت شوي مع استاذ الياس وست صباح بتعرف انت كانت وقتها في نحط اجر فوق اجر فيك تعمل شو ما بدك، فيك تشيل الكرسي اذا بدك توقفي بقى. ايه الست صباح ايه وقتها وقفت المسرحيه 83 84 حرب يا خيي، كل مره في حرب
وقفوها وارتبطت ست صباح ورجع انه لقى الاستاذ ليس انه فينا نرجع نعيد المسرحيه، وكنا بلشنا سوا، وهي اصلا قصه بنت صغيره مضيعه بيا وعم تفتش عليه، بقى زبطت. حبيت المسرح؟ اوه هي كانت اول مسرحيه؟ ايه اول مسرحيه. بدك اقول لك شغله شربي، احلى عمل فني بالدنيا هو المسرح. عن جد؟ احلى شيء. في قصه بتعيش بتمثل، في رقص، في اغاني، في تفاعل، في كل شيء، يعني عمل متكامل وبنفس الوقت بيطول ست سبعة اشهر، يعني بتصير عائله، بتصير تنبسط، بتصير مثل واحد جاي على بيت ثاني، يعني كيف المدرسه مثلا المسرح. قد ما بصير عائله وبتنسوا، في حدا فات والسيجاره بايده مره على المسرح. عفيك، ما هي لانه بتطول وبصير واحد متعود، معود بفكر حاله بالبيت بقى. حرام، الله يرحمه كمان استاذ جوزيف. ايه فايت انبغت، حرام انه وصل دوره وهو قاعد ملتهي بقى عم يدخن هيك، بعد شوي انجبر يفوت عم فات هيك. انا صغير يعني قد ما كان انه انسان مسؤول وفنان، بس بضحك انه ولد ما عندي هالخبره، بحط ايده هيك وما بتشوف غير هالدخان عم يطلع من فوق. منيح ما ولع. بس كمان يعني عم يحكي معي ويعبس انه استاذ جمادي معلش هلا سامي. وانا عم بضحك. بس ماني كاينه كمان، يعني ضربتيها كف لكمان الكبيرة ست فريال كريم. ست فريال كريم إيه؟ شو قصته هالكف وليش وجعت هالقد؟ ست فريال ايه في مشهد إيه عم تنومني مغناطيسيا. تعرف شو شاربي، خلينا نحكي شوي انه حرب وعم نعمل فن ومسرح، وصدقني اشتغلنا ست شهور، كنا نفرس نهار تنين سبت احد نعمل ماتيني سواري تشوف الناس. اللبناني كان شو يعشق الفن. عن جد. ايه بقى ايه عم تنومني مغناطيسيا، ايه انا بوعى فجاه ايه وبدي في مشهد بدي يعني اعمل لها صفقه هيك شوي صغيره، هم سيبي هونيك ليلى حرام جايه كانت عامله دراسه كثير وجعت. حرام ايه وجعت كثير وزعلت من قلت يا عمي والله مش عارفه مش انه. ايه بصير بصير قصص كثير. باسكال انت اختها كبيره لكارول. كارول كلنا بنعرفها بالاجنبي، بعدين قلبت على اللبناني. باسكال وين بتحب كارول؟ بتحبيها وين ما كان، بس بتحبيها إيه بالاجنبي او بتحبيها بالعربي؟ بالاجنبي واللبناني عملوا اشياء باللبناني روعه، هي وهادي بوجه لهم تحيه كبيره، هادي شراره الموزع الفظيع، وكارول بصوتها وباحساسها عملوا اشياء كثير حلوه. بس شو بقول لك، بتعرف كيف الايام صايره، يعني نرجع بنقول على شركات الانتاج يلي عم بتسكر على كل شيء هيك فن نحن بنقوم فيه، وبدها بس الفن الترفيهي الخفيف للاسف. بتحبيها بالاثنين يعني؟ اكيد. مش عم بدي اخذ منك جواب اليوم على شيء. ما هي جواب كل شيء. شو اسمه؟ لا انه قولي لي مثلا بحبها انا بالاجنبي اكثر، مثلا بالعربي اكثر. اذا بقول لك عن كارول بالاجنبي شو عملوا، كسروا نجاحات. الارض. شو؟ كسروا الارض. واو. بعرف بتذكر. يا عم يغنوا احلى من الاجانب كانوا كمان، هادي ما هن بلشوا اجنبي. صحيح. عملوا فريق زاد وقتها وعملوا اغاني، وبذكر اجوا من فرنسا مره فرقه انه ناس يعني جروب بدهم يمضوا معها كونترا، وصارت هالحرب وانجبرنا نفل على استراليا. وشو بدي اقول لك يعني. طيب في شيء عم تحضريه جديد؟ حضروا جديد؟ ايه يعني في شيء مثلا للجيش، في شيء غنية وطنية جديدة هيك خبرينيها قبل غيري؟ يعني إن شاء الله إذا يعني اشتقنا نغني شيء هيك في انتصار، يعني إنه نخلص بقى ويزدهر هالبلد ونطلع من هالسواد. يعني يردون لمصرياتنا بكون صار في انتصار يعني. شو بدي يكون في انتصار؟ يا خي يعطونا دولة مثل الخلق بكل معنى الكلمة، نحس في أمان، في قانون، ناس كلها تحت القانون، مش دولة أحزاب وخدمات. هيك صايرة يعني خدمات وأحزاب، ما عم نشوف دولة دولة قانون وجيش واحد لكل لبنان وبلا مصرياتنا والله، لأنه بهيك بتبلش بتنطلق لازدهار وبيرجعوا المصاري. بدي أسألك سؤال هو زمط عني قبل، بخصوص الفيديو كليب اللي عملتيه، بما أنه في حدا كان حابب ترجع تصوري أغاني وتجدديها قلتي لي، معقولة نشوف فيديو كليبات لا أغاني باسكال القديمة الحلوة اللي حبيناها؟ كنا وقتها ما كان في فيديو كليبات يعني ما كان دارجة، ما كان معقول ترجع تصوريهم هلا؟ هلا إذا بدي أرجع صورهم بدي أرجع أغنيهم، مثل اشتقنا لك يا بيروت مثلا، رجعنا اشتقنا لك يا بيروت جددتيها. إيه هيدي من بعد أربع آب قد ما كان في أسى وحزن
ضلينا هيك على شي 4-5 أشهر والآخر إجا ببالي فكرة إنه هيك لنعطي فرح للناس يعني، ولا بيروت في صار في صحيح. اشتقنا لهالازدهار وهالفرح يعني. معقول تفكري فيها جدديهم؟ فكرة حلوة بس ما كله بكلف شربة. بكلف أكيد. ايه. بما إنه في حدا. لا حرام إنه. باسكال مطربين لبنانية حالياً، آخر سؤال بدي أنهي فيه. مين بتسمعي؟ ما تقولي فيروز وصباح وهيك، لان كلنا بنسمعهم يعني. في كثير اشياء حلوه عم تطلع هلا، في كثير اشياء حلوه. قبل حسالك بعد غنيه، شو الغنيه اللي بتحبيها؟ بس كفنان او فنانه؟ لا ما تقولي اغاني لان ما بحفظ. أوكي. وما كثير عم تابع. لا بس بتكون جديده عم ترندحيها وصلنا. لا ما كثير عم تابع اذاعات كمان يعني. بقول لك مثلا مروان خوري رائع، مروان بجنن، كارول سماحه، كارول اختي اكيد، كارول سماحه بتعطي اشياء حلوه، طواجي هبه كمان اشياء روعه. يعني في اشياء بعد مرتب كثير عم تنزل على السوق. ايه في. طب تسمعي مثلا غنية بتكون مثلا مش ما بعرف مش ما بدي اقول مش مرتبه، انه مش مش كثير اذا بدك مستواها عالي إيه؟ بس بتحس انه هي مهضومه بسمعها ليش لا؟ صارت معك انه في اغاني خلص بفوتوا براسنا عرفتي، بكونوا هن انه مثل ما بقولوا طرطوقه من زمان كانوا. لا انا ما بفوتوا براسي. عن جد؟ ايه ما بفوتوا براسي. ما خلصتيش رندحيه على طول؟ لا ما ابدا. عن جد؟ اذا شيء مش عاجبني ابدا ما بيعلق براسي، بس انه اذا بتكون بمجتمع وعم بيرقصوا بعرس ومدري شو كرمال الناس وهالهايصه يعني، بس انه اذا غنيه مش على ذوقي ابدا ما بتعلق براسي، حتى لو دارجه وعم بيحطوها دائما ابدا ما بتعلق. طيب بدي مني كأول مرة أنا أصلاً حدا عندي بغني، لأن نحن مش مجهزين للغنى، بس بدي منك ما في يعني باسكال صقر، وأنا بحب ثلاث أرباع أغنية أنا مش كلهم بعرفهم طبعاً مبين إنه هيدا إنه كثير إنه كثير هيدا، بس في ثلاث أغاني كثير بحبهم، صبوا فوقك النار، سرق مني مكاتيبي، وأرضك الكرامة. او ثلاثتهم هيك فوتي لي اياهم ميكس ببعض او شي وحده منهم يعني بدنا نخبصها. ايه ما بعرف كيف رح يفوتوا ببعضهم. يلا. ارضك الكرامي، شعبك طير النار، يا لبنان الراجع من خلف الاخطار، جبلك نسر البحر، وجهك عالمتوسط، عالحضاره الجاي من عيون البحار، عكل اللي بده يصير، عكل اللي صار، ارضك الكرامي، شعبك طير النار. واو. اشتقنا لك يا بيروت واشتقنا للسار، اشتقنا لك يا بيروت واشتقنا للقمر، يرجع على ليلاتك انزل على سهراتك يا بيروت يا بيروت يا بيروت يا بيروت. صبوا فوقك النار وجبالك خضرة تعلى، وجبينك صامت بوج بواريد الدنيا كلها، صبوا فوقك النار وجبالك خضرة تعلى، وجبينك صامت بوج بواريد الدنيا كلها. شو بقى بدك؟ ميرسي. يا سارق مني مكاتيبي، يا سارقني يا حبيبي، يا سارق مني مكاتيبي، يا سارقني يا حبيبي، يا سارق عمري وايامي، يا سارق فكري واحلامي، يا سارق مكاتيبي مكاتيبي، يا سارق قلبي يا حبيبي. ميرسي باسكال صقر، ما بينشبع حبيبي. ميرسي لوجودك معي بهالحلقه المميزه، ميرسي لصوتك الحلو، ميرسي لمسيرتك الحلوه المميزه. ميرسي كثير لك شربي. بدي اتشكرك. ميرسي لكم. ان شاء الله بنضلنا نشوفك اكثر. ان شاء الله. يعني انا بحب اقول لك انه اول مره بشوف مقدم كثير سبور، خي كنت انا بحب سبور ما بحب كثير يعني. والله لو عرفت قلت لك انا كنت والله يعني انا احلى شيء هيك، انا لبسه ايايت احلى شيء، واحد يكون سبور اريح شيء اصلا بالكليب مش انه كان سبور. بلا خلص خليه على الطبيعه، كنزي وشيل وبرد. يلا باي، بشوفكم الجمعه الجاي مع ضيف جديد بنفس الوقت.